احنا من جماعتنا مشكله بالمكون قاعد يبتزونه. كان يبتزونه؟ إيه؟ طبعا يبتزونه، ما عليك وانت امر ونطلعك وكذا ولا تتدخل هاي الامور. هو المفروض شنو ادواتهم ويبتزون رئيس ادواتهم الوزارة؟ عندهم اعضاء بالبرلمان يقول لك نصوت ونسوي كذا، وعندنا منين يجيب الاغلبيه؟ محصنين. شوف مو قلت لك الصفقات الجانبيه مع الطرف الاخر، يعني اكو كثير من الاطراف من الاطار ما رايد السيد السوداني زين، فتعمل تستفاد من هاي الحيثيه، تتحالف مع الاطراف الاخرى اللي قد تضعف او تقوض من سلطه السيد السوداني. اي رئيس وزراء مو بس السوداني، حتى لو المالكي اجى هم تجي اطراف اخرى تحاول، لو يجي السيد هذا العامري ولا حتى نفسه قيس الخزعلي ولا السيد فالح الفياض. معروفه هاي السياسه موجوده، لو الاذرع موجوده يعني. هو انا متاكد هو يعاني من عند هذا الامر، بس هو يحاول انه يكسر هذا الحاجز ان شاء الله. هو بعد ما صار له يعني صار له سنه ونص، ما صار له اكثر يعني متولى. انا قبل اختم اريد اتحدث مع حضرتك في موضوع الهجمات الاخيره اللي حصلت في بغداد وفي باقي المحافظات، لاننا نتحدث عن الحكومه وعمل الحكومه. شلون نشوف هذه الهجمات باتجاه مطاعم في بغداد وباقي المحافظات تحت عنوان مصالح امريكيه؟ والله أنا اللي شفته بالتلفزيون وشفته على القنوات ويسمع، لأن موجود بغداد، يعني هي هذا الهجمات مستهجنة صراحة، لأن أنت تحت مظلة لازم إذا كانت تمثل جانب يعني مثلا غربي أو جانب أمريكي، أكو حكومة، أكو قانون، أكو قضاء، أكو سير يعني بالمحاكم، ما تجي بالقوة وبالعنف وبتكسير يعني، كأنما احنا ما نعترف بالقانون، احنا فوق القانون. هذا طبعا مستهجنة، ما يخ محل فعاليات اجتماعية. فعاليات اجتماعية انا اقدر اسوي فعاليات على اي مطعم اشوفه يعني، اقولهم فعاليات اجتماعية. من يمنعك؟ وين القانون؟ لا طبعا قانون يمنعن، هذا مو من حقي. شنو هذا؟ مو فعاليات اجتماعية. فعاليات اجتماعية كرنفال، شعر، نقد، نثرية، مهرجان مال ايتام مال معوقين، مو اجي انا اشيت وهجم وما احترم الشرطة وما احترم القانون وكسر وهذا خطيئة بالمطعم اللي فاتح خاسر عشرات الآلاف الدولارات. بعدين هاي المطاعم ما لها علاقة بالأمريكان، هذه ماركة أردنية ما لها علاقة بالأمريكان.